ابتدى به يعني. استاذ سامي النهارده كان في خبر مهم جدا، فوز الاهلي بجائزه الابداع الرياضي، وصديقك محمد القوصي عضو الفريق الاعلامي لهذه الجائزه الاماراتيه، فلا يفتى والقوصي في المدينه. يفتتح مش كده؟ يفتتح طبعا. الف مبروك، وقول لي بقى الجائزه ايه قصتها وكواليسها ايه وتفاصيلها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، جائزه كبيره، جائزه مرموقه، جائزه محترمه، جائزه دورتها ال11 دي الدوره ال11. للمره الثانيه النادي الاهلي يفوز بهذه الجائزه، لم يسبق لاحد ان فاز بها مرتين الحقيقه يعني. الاهلي فاز بها كفريق لكره القدم في 2012 2013 يعني الاهلي على انجاز 2012 فاز بها في 2013 وفاز بها طبعا كمؤسسه اقتصاديه كافضل مؤسسه عربيه كبيره جدا. الجائزه دي يعني جائزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم واحدى مبادراته العالميه بدات في 2009 وظلت جائزه محليه 2009 2010 2011 وانطلقت الى العالميه في 2012 لتقدر وتثمن وتدعم المبدعين. هي موجوده فقط للمبدعين الذين يقومون او ياتون بانجازات ونتائج غير مسبوقه وغير وكان فيها ابتكار وكان فيها ابداع وكان فيها شغل بره الصندوق. هي فكره الجائزه كده، اللي بيعمل حاجه يعني جائزه ابداع بالظبط، العمل المختلف، العمل المختلف، العمل الجديد، العمل اللي فيه جهد وفي فكر وفي عصف ذهني، في كل الحاجات اللي بتشوف فيها شيء مختلف عن الاخرين. عشان كده النادي الاهلي خدها، لان النادي الاهلي دايما مختلف عن الاخرين. الجائزه دي ثلاث مستويات وثلاث فئات. تمام. ثلاث مستويات، مستوى المحلي الخاص بدوله الامارات العربيه الشقيقه المتحده، المستوى العربي من المنطقه العربيه كلها وكل الدول العربيه، والمستوى العالمي بيضم العالم كله، ولكن التنافس في المستوى العالمي غير مسموح لانه يخش مع المستوى العربي للفرق الكبير يعني طبعا، وبيكون على مستوى الهيئات والمؤسسات وليس الافراد. عندنا ثلاث فئات بيكون فيهم التنافس، فئه الابداع الفردي، الافراد اللي في الالعاب الفرديه اللي بيعملوا انجازات فرديه في الالعاب بشكل عام، وفئه الابداع الجماعي كالفرق والمنتخبات وهكذا، وفرق الابداع المؤسسي زي الهيئات الرياضيه زي الانديه والاتحادات واللجان الاولمبيه بهذا الشكل. الجائزه دي لما انطلقت في 2009 كان اول مصري يفوز بيها كابتن حسن شحاته. كابتن حسن 2009 2009 على بعد انجازه 2008 بعد انجازه في 2006 و2008 كان اول حد يفوز بيها يعني. كابتن حسن طبعا مصر تقريبا لها نصيب الاسد دايما في هذه الجائزه. يمكن احنا الدوره دي بتقام بشكل منتظم من 2009 لغايه 2018 وبعد كده بسبب جائحه كورونا توقفت في 19 وتوقفت في 20 وعادت مرة أخرى في 21 الحقيقة، وكان من حظ النادي الأهلي أن يفوز بها. أنا قلت لك النادي الأهلي فاز بها قبل كده كفريق كرة قدم على إنجازه في 2012 عندما فاز بدوري أبطال أفريقيا دون أن تكون هناك كرة قدم في مصر. بعد حادثة بورسعيد. وبعد حادثة يعني تشوف الأحزان والآلام اللي كان فيها النادي الأهلي وتوقف كرة القدم ورغم ذلك. أنا أعتقد ساعتها كانت فلسفة التتويج بتاع الأهلي أنه بينطلق من خضم الأحزان. بالظبط إلى إنجاز. دايماً كده الأهلي ما بيقفش عند الأحزان. عندك أزمة كبيرة جداً نفسية، الفريق بينطلق من سرادق الأحزان الى منصات التتويج. فكان شيء مختلف تماما بالنسبه كعمل ابداع يعني الحقيقه، واستحقها النادي الاهلي عن جداره واستحقها. وجاءت هذه المره اللي يفوز بها النادي الاهلي كمؤسسه بقى فيها المؤسسه العربيه افضل مؤسسه عربيه بتدار اقتصاديا وماديا واداريا وما ينتج عن ذلك من انجازات وبطولات الاهلي حققها في السنوات الاخيره. فالحقيقه يعني حاجه عظيمه جدا. ليها جائزه ماليه. طبعا ليها جائزه ماليه، اولا بيبقى في تكريم عالمي في دبي هيبقى يوم 9 يعني. كل الـ 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 على فكره جائزه 2013 تسلمها الكابتن محمود الخطيب في احتفاليه في دبي، بيكون فيها مؤتمر يعني عالمي 9 يناير يعني رئيس الاهلي الجديد هيكرم بجانب رئيس وزراء باكستان، لانه رئيس وزراء باكستان شملته الجائزه كشخصيه رياضيه عالميه طبعا. بتقام لها جائزه ماليه كبيره بتوزع على كل الفائزين تقريبا لا تقل عن 7 ملايين درهم. بتوزع على الابداع الفردي والابداع الجماعي وده غير الحاجه المعنويه والحاجه العالميه كبيره بالنسبه لهم. فاز بيها قبل كده النادي الاهلي راني علواني، فازت بيها كواحده من الشخصيات النسائيه المؤثره، فاز بيها احمد اكرم السباح الكبير الحقيقه يعني. الاهلي تقريبا واخد 5 جوائز، ايهاب عبد الرحمن في فضيه العالم اللي خدها فدول الخمس جوائز اللي خدتهم النادي الاهلي. يمكن ما فيش مؤسسه خدت 5 جوائز، لكن جائزه النهارده اعتقد شملت كمان ايه مدني
ايا مدني وشملت فريال اشرف بطلة الكاراتيه بالظبط، والاتحاد الدولي لكره اليد برئاسه الدكتور حسن مصطفى. تمام. ايا مدني يعني اختيرت كاول سيده عربيه افريقيه ترأس لجنه اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث. وكمان هي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. اما فريال فهي اول فتاه عربيه افريقيه تحقق وتحرز ذهبيه الكاراتيه في دوله الالعاب طوكيو. ده كلام مهم جدا.